والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي لماذا ندرس التوحيد، أهمية التوحيد وخطر الشرك. نعم. عميلي بكري درس ما اليوم كي عميل توحيد كلام برضه سمعت توحيد مرتبونا تاكيه ولا شيء بكم بيتاكيه. نعم. القسم الثالث القواعد الأرض. يس كتاب بتشرح بسمو جار قاعدة. قلنا هذه القواعد هي في الحقيقة شبهات يأتي بها على الشرك، ونحن بهذه القواعد نرد على هذه الشبهة. نعم. في قاعدة تخلفر بشيء كيف هني شب شبهة جاونا هذي أو غرام جاونا هذي جو شبهة جاكسن كيف شبهة كيف جواب بس كان. لكن ذكرنا لكم أننا لا نفتح باب الشبهات نغلقها ولا نسمع لها. بسر كي عملي مانو بسر بندق بنا دوري كي عمي سنكا اسمت كرار مصر. وإذا أردنا أن ندعو اليهود النصارى الكفار ندعوهم بالتوحيد لا بالشبه. تي بلا ضروري سي كي عمي دعوت دي تاخري يهود النصارى ني كريستيان يهود الله سبحانه بلا ضروري سي كي عمي توحيد بارك الله. يعني لا نسبهم، لا نقول انتم عندكم كذا وكذا وكذا، لا. عمي دين لي غاني بر دعوت دي نوين. لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ رضي الله عنه الى اليمن. نعم. من أول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جاء معاذ رضي الله تعالى عنه لي من تبع بعضهم. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني يهود ونصارى. من هو يقول تمي يا أهل الكتاب يعني يهود ونصارى تبع جالس. لم يقل له ناظرهم، ناقشهم، بين ما هم عليه من ضلالات. لا. من هو يقول تمي لين أرو أجل غلط بعد ما سن كيو برش برس بيلا. قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني نعلمهم التوحيد. برضو هو يقول سبحان الله بيلا تمي لين أقول يا الله التوحيد تربو برام. نعم. القواعد الأربع. القاعدة الأولى. سبحان الله بيلا قاعدة. أو الشبهة الأولى والرد عليها. أتوا سبحان الله بيلا برام رد سمعتي رش. بعض الناس تنكر عليه الشرك، تقول لماذا تعبد غير الله؟ لماذا تدعو غير الله؟ لماذا تذبح لغير الله؟ كوني بني مانسى ماتي عميلة كر عميلة يبرش نكر دسوا كيدي مي ولكن الله لي شرير الأرض بقول الله كبري دان دين شو كنا الله لي شرير الأرض بقول الله يقول أنا مقر معترف بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق. قول لي منشأك ما لي مانده سوكي يعني هو الله هذا يشوره أرو كي بعده كرنا ولا منشأك ما لي مانده سوكي الله هذا باي كوي بني سوينا جسكو جو سيشت كرتا هو سطح جو بان كرتا هو. نقول هذا لا يكفي وحده. عميل منشأ جواب هنا كي هو كي يي ماني لما تقولين. لأن الإقرار بأن الله هو الخالق والرازق أقرب بالكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. إن أنا يو كورا كو سوي كرتا تا كفار مقالي بني كاريكا فين. لا بد أن تكون العبادات كلها لله. من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. فمن نراه في هذه الأيام يصرف شيئا من العبادات لغير الله فقد وافق الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي أن يقول أن الله هو الخالق والرازق، لا يكفي هذا وحده، لابد أن يفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. لأن كثير من الناس نسأل عافية السلامة يصنع الشركيات. كنا وانا قريب جلسة ما تجي تجلس لشرك قرقصة. وإذا تسأل لماذا تشرك، لماذا تصرف شيئا من العباد لغير الله، يقول أنا مقر بأن الله خالق ورازق. تينا لي برش برش نكر دبلا كي تينا لي كنا الله ليش بدل هذا كودا قرقصة ما نير تينا لي بانسون كي أمي تماتي سو كي الله بنا بنا كرتا الله كي بنا كرتا بانسون. ونقول هذا الشرك في العبادة شرك أكبر. عمل بانسون كي تيملي جبار بسوي يشرك في العبادة يوصل بنا كله شرك. القاعدة الثانية أو الشبهة الثانية. دوسرو قاعدة أو دوسرو برام. بعض الناس يقول لك عندما تنكر عليه عبادة الصالحين، عبادة الأولياء، عبادة الملائكة، إيش يقول؟ كوني كوني ما نسيت جسلة أولياء كوجا كرس كبر ما بعدين على سوتا غيري كتير ما لكن أولياء كوجا كرس تين على بانشن. يقول أنا مذنب. أولياء بانشن كي أمي بابي شو. وهؤلاء الصالحين لهم جاه، لهم مقام عند الله، فأنا أطلب منهم. رأيو أولياء الله كو مقام الله نزدك بلوس هذي ورا أمي كوني سلمان دسم.
أريد أن يشفعوا لي عند الله. ما جانتوا كي تينارو ميرو لاقي شفاعة كرو. يقربوني إلى الله. الله بارك مالي نجيب كرو. نقول هذا الكلام الذي تقول من طلب القربة والشفاعة هو كلام الكفار. عمل منصور كي جواب دي بني. دي ملجأ بني راسو. يو بو تو كافر مكافر لي بني كفرانو.